السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده مع قناة فن الرسم حاتم المصري ان شاء الله هنرسم نكمل البورتريه بتاعنا بالشكل الجانبي اللي احنا شايفينه ده. واللي عاوز يرسم معايا يا جماعة يبدأ يجيب اللي انا هقوله عليه دلوقتي، برجل وقلم ومسطرة. هنبدأ نرسم الشكل زي ما انتم شايفين. الرسمة انا جهزتها من قبل الحلقة عشان ما طولش الحلقة عليكم، وزي ما انتم شايفين كده قد الدايره بتاعتنا اللي احنا عملناها، اللي هي خارجيه ديت، اللي هي ديت اللي هي بالاسود دي اللي بره، وهنا الدايره اهي. بعد كده في دايره في وسط الدايره. ليه؟ احنا لما بنجيب الشكل مثلا شكل بني ادم، الراس بتاعته بتبقى كده، وشه ليا، لو لفته كده سنه زي الحلقه اللي فاتت بلاقي الدايره كده بدات ايه، ادي الدايره بتاعتنا، وبدات الدايره التانية تقل شويه عن الدايره كده، فبيبدا يبقى عامل زي الهلال بالظبط. لما اعمل دي كده يبقى الدايرتين مطابقتين لبعض داخل بعض، فهي نفس الشكل كده بالظبط، بيبقوا الاثنين داخل بعض. احنا بنبدا شكل هندسي بسيط هنعرف نرسم بيه كل حاجه. هنبدا دلوقتي الرسمه بتاعتنا. احنا رسمنا دايره في النص دي، باجي اخد حروف دايرتي على البرجل كده، هو مظبوطه كده، واروح واخد الدايره اللي في النص، الدايره تاني بروح جاي عند نقطه الارتكاز الدايره الكبيره، باخد نفس الدايره الصغيره كده الداخليه كده. انا رسمت الدايره بتاعتي التانيه الداخليه، زي ما انتم شايفين كده. كده انا خلاص كده نقطه البرجل خلاص مش عاوزها تاني. انا حددت الدايرتين بتوعي اللي هي الدايره الصغيره اللي في النص والدايره الكبيره اللي بره. عاوز احدد الشكل عليه. الشكل عامل ازاي يا جماعه؟ الشكل هنا في اذن اللي هي دي كده، باخد دي كده اعمل دي كده كده، دايره كبيره زي ما اتعلمنا مع بعض، ودايره صغيره بس. ادي الاذن اللي هي في المربع الاخير بتاع الدايره، ماشي كده. ادي الاذن. هنا في عندي خط للرقبه اللي هو نازل من الدايره الكبيره مش الصغيره، اللي هو ده، خدته كده في هنا خط اللي هو الاحمر ده، وفي الخط الاصفر ده. انا هبدا بالخط الاصفر بالمسطره بتاعتي، اجي اخد الدايره بتاعتي اهي في اخر الدايره، باجي اخد خط لتحت اجي اخد خط لتحت، خدت الخط لتحت. المسافه دي يا جماعه انا عاوز ازاي اجيب المسافه هنا وهنا؟ انا باجي في الاول بروح واخد اول الدايره كده واخر الدايره من فوق كده عشان يبقى عندي خط الشعر، وده الخط اللي تحتاني بتاع الدقن بتاعتي من تحت. الجزئيه دي والجزئيه دي، ادي واحد ادي اتنين، الجزئيه دي والجزئيه دي بالبرجل بتاعي كده، اروح واخد الجزئيه دي ازاي جت كده، بركز البرجل بتاعي وبنزل تحت، خدت سنة كده لما انا خدت السنة دي بحدد نقطة كده. المسافة دي هي هي نفس المسافة دي، هي هي نفس المسافة دي. كده بقى عندي ثلاث مسافات. اخد الخط بتاعي افقي كده، بتقله عشان تشوفوه كويس، ده كده الخط الثالث بتاعي اللي هو ده، ادي واحد اتنين تلاته اربعه. هنا ده
الخط الاصفر اللي انا موريه لكم ده كده زي ما انتم شايفينه، الخط الاصفر اللي هو ده، وده الازرق اللي انتم شايفينه هنا، وده الاحمر وده الاحمر. الاحمر اللي هو بتاع الرقبه، اجي اشوف الرقبه ماشيه ازاي مع بعضيها كده، امسح دي كده. بس اجي هنا للخط الاحمر اللي هو التالت، خط الاحمر اللي هو التالت اللي هو هيجي من هنا لحد الاذن بتاعتي، ادي لافف كده. ماشي يا جماعة، هنا باجي في نص الواحد ده كده اللي هو الخط اللي انا عملته الافقي ده، راح منزل سنة كده للرقبة. عشان ابين لكم واظهر لكم الرقبة بسرعة. كده ادي الرقبة بتاعتي. هنا زي ما انتم شايفين ده الدوران بتاع الدقن اللي انا بعمله كده، باخده كده بعمل دايره هنا. طبعا انا هبدا الشكل من فوق مش هبداه من تحت، انا كنت برسم التجميعه بتاعتي اللي انا عاملها هنا عشان اوريها لكم هنا في المثال بتاعي. ابدا ارسم كل حاجه واحده واحده، نبدا مع بعض نرسم الحاجب. الحاجب اهو بيبدا من هنا بينتهي هنا على اول الدايره كده. وانا قلت لكم قبل كده يا جماعه احنا بنعمل المثال وانتوا بتشغلوا عليه، بتشتغلوا عليه زي ما انتوا عاوزين، عشان كل شخص بيبقى غير التاني. باجي هنا عشان اخد خط العين. خط العين يا جماعه بيبقى هنا كده بالظبط. ده خط العين، العين اللي انا هعملها. اجي اخد من هنا اطلع فوق كده وتحت كده، مثلث ناقص ضلع، الضلع اللي هو الاخير اللي هو بيقفل هنا. اجي اخد النني بتاعي بالشكل ده، واجي اخد دي الرموش بتاعت الشخص اللي احنا بنرسمه، واجي اخد خط اللي هو فوق العين، وهنا طبعا الخط اللي تحت العين اللي انا بشتغل عليه كده، ده النقطة بتاعت العين من تحت، وده برضو بنفس الطريقة بظلله كده. كده هو اداني العين هنا بالظبط. الانف بتيجي ازاي؟ الانف بتبدأ من هنا، باجي اخد من هنا الخط ده واروح داخل على كسرة العين، وراح نازل بينه الانف خارج الخط بتاعي ده. لو انا جيت هنا عملت كده، نزلت من اول العين هو المفروض هنا، لا هنا بقى من اول العين هنا، راح واخد الدايرة بتاعتي الكبيرة والدايرة الصغيرة كده، واخد دي واخد ديت كده. وراح ماسح اللي انا عملته الوهم اللي جوه. كده بالظبط. ماشي يا جماعه، كده فتحت الانف بتاعتي. انزل من هنا بخطين كده،
خط من هنا وخط تاني من هنا صغيرين كده، اجي اخد هنا واخد نص دايرة كده وداخل بيها لجوه لحد فين؟ حد العين. العين جاية منين؟ اهي وقفت هنا. واروح نازل الشفة التانية اللي تحت، اخدها كده واطلع بيها لحد فوق. طبعا دي كلها بتبقى تهشير كده عشان الفم يطلع مظبوط بالشفايف. واخد سنة من هنا من تحت الفم كده، واخد بيه الدقن بتاعي. كده اهو واخد الجبهة بتاعتي اللي هي هنا. عاوز اهشر دي كده عشان تبقى الرقبة بتاعتي متظللة فوق كده. هنا ده احنا قلنا عليه خط الشعر. اظلل الانف عشان تظهر لكم. وادي العين بتاعتي بنفس الشكل ده كده، بظلل الجزئية دي كده اللي هي فوق العين، واجي اخد تظليل من بره العين الانف كده واجي بالودانة بتاعتي اخد اسيح الرصاص بتاعي ده كده بنفس الشكل ده كده. ده اهو نفس الشكل. انا بعمل الخط ده عشان اظهر لكم الانف بالظبط. هنا باجي اخد الاذن. الاذن باخد الخط اللي فوق بمشي بيه لجوه شويه، بطلع بيه لبره على الاخر. كده كده واخد الاذن بتاعتي واخد الخط التاني واجي اقضيه لحد بره كده. واجي اخد تظليل هنا بسيط ماشي يا جماعه. هنا اخد الدايرة بتاعتي كده واروح مسودها شوية واجي اخد الخط ده اهو كده واطلع بخطوط عشوائية كده هنا. واللي حد لو عاوز يعرف الاذن اترسمت ازاي في حلقة يا جماعة للاذن
في حلقة مخصوصة للأذن بس، اللي عاوز يتفرج على الحلقة يرجع بالفيديوهات بتاعتنا لحلقة الأذن. أنا بعمل كل ده أمثلة عشان الرسمة بتاعتي بس، بظهر رسمتي فقط لا غير. ماشي كده، أنا باخد هنا عاوز أعمل الشعر بتاعي، باخده لحد هنا وأطلع بيه زي ما انتوا شايفين كده. واجي اخد من هنا كده، هنا الشعر ببدأ ان انا اخد 7 من هنا كده عشان اطلع الشعر بتاعي بالظبط. بخش كده على خط الشعر اللي فوق ده، ببدأ اشتغل على الجبهة بتاعتي لشعر المثال بتاعي. طبعا انا مش هطول في الشعر، هرسم شعر عادي كده بحيث ان انا اوريكم بس ازاي احنا بنرسم الرسمة بتاعتي. وبكده ابدأ ان انا اظهر ملامح البورتريه بتاعتي. عشان الحلقة بس ما تطولش عليكم، هبدأ ان انا اعمل الخطوط الخارجية عشان يبان الشكل بتاعي بس.
طبعا انا مش هطول عليكم في الحلقة، عشان تبقى حلقة خفيفة، عشان اللي عاوز يروح يرسم المثال اللي انا عملته ويبدأ يشتغل عليه، يبدأ يشتغل بيه ويعمل اللي هو عاوزه قبل ما ينسى الشرح اللي احنا شرحناه. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة مع قناة فن الرسم حاتم المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.